كمغاربة كله افتخار واعتزاز لكون جنة مقر الاتحاد الإفريقي في الرباط في المملكة المغربية بعد غيابه لخمسين سنة. كانت إدارة الاتحاد القاري تدار من القاهرة، فهذا شعور كله افتخار واعتزاز، اعتزاز بانتمائنا لهذا البلد العظيم اللي هو المغرب. وتنظن أن الدبلوماسية الموازية أو الدبلوماسية الرياضية يعني كسبات الرهان، والحمد لله على هذا التوفيق من الله. يعني الحمد لله يعني تحقنا، ولكن كانت إرادة ديال جميع دول الاتحاد الإفريقي اللي يعني حبدوا أن ننقلوا المقر من القاهرة إلى 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 إلى, إلى, إلى الرباط. والحمد لله على هذا الإنجاز، وعلى هذا الإنجاز من جانب الدبلوماسي.